السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج فوتوبيا ده برنامج فوتوشوب اونلاين، مش محتاج لتسطيب، هو مجرد بتدخل من المتصفح بتاعك. على سبيل المثال ممكن تفتح تقول له انا عايز مشروع جديد، او تفتح صورة من عندك من على الكمبيوتر وتشتغل عليها. مش معنى ان هو اونلاين انت مش تقدر تسيف او تقدر تفتح، لا، تقدر تفتح اي ملف وتقدر تسيف الملف زي ما انت عايز. خليني اقول له نيو بروجكت، فبيبدا يقول لي انت عايز تفتح ايه، مثلا كفر للفيسبوك بالشكل دوت وتعدل عليها، هتقدر تعمل كفر للفيسبوك عندك، تقدر تعمل شيرد ايمج على الفيس، تقدر حاجه للانستجرام، حاجه اليوتيوب كفر، يوتيوب بروفايل، كل حاجه تقدر تشتغل عليها، البرنت، فوتو، سكرين، كل واحده من دول طبعا ليها الاعداد بتاعتها، اعلان تقدر تصمم اعلان وهكذا. كل الكلام ده تقدر تشتغل عليه من غير ما تطبع اي حاجه، من غير ما تسطب اي برنامج. طيب ممكن اقول له A4 والباك جراوند تختارها، تقول له كرييت، يبدا يعمل لك الصوره بالشكل دوت. تقدر تشتغل زي عادي خالص، ممكن تعمل مثلا سيلكت على جزء معين عندك، الليرات هنا تقدر تعمل الليرات اللي انت عايزها، فتقدر تيجي هنا تقول له نيو لاير، اللاير دي تقدر مثلا تعمل تدرج لوني، هتقدر تختار التدرج اللوني اللي انت عايزه، ولكن مثلا بالشكل دوت، وتقول له انا عايز تدرج لوني بالشكل دوت اهو. تمام، تقدر تعمل اكتر من لاير، ده الهيستوري الحاجات اللي انت عملتها، فتقدر تتراجع عن بعض الاوامر، تقدر تكتب تكست لو انت حابب، لو انت تكست لاير فتقدر تكتب فيها اللي انت عايزه، هو حط فونت معين فانت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، تقدر تعمل سيلكت وتغير بقى السايز للحاجه اللي انت عايزها بالشكل دوت. ممكن تقول ده طبعا ده على لير مستقلة، يعني تقدر تطلعها وتنزل فيها زي ما انت عايز، تقدر تغير الفيل بتاعها او الاوباستي الشفافية بتاعتها وهكذا. تقدر تعمل ستامب، تقدر تعمل بالفرشة، ترسم زي ما انت عايز بالفرشة. تمام، رفض ليه؟ لانها على لير بتاعت الكتابة، تقدر تيجي على لير تانية او تعمل لير جديدة وتبدأ ترسم بالفرشة. طبعا مش هتخرج بره التحديد اللي انت عامله. هتلاقي الحاجات الخاصة بالفلاتر، تقدر تعمل فلتر مثلا بلور، تمام، طبعا على اللاير دي مثلا، فلتر بلور افرش، يبدأ من هناك افرش، ممكن تختار انت الدرجة اللي انت عايزها وهكذا. كل الحاجات الخاصة بالادجستمنت بتاعت الليفلات، الليفل بتاعت الشانل بتاعتك، الار جي بي، الريد مثلا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، فتزود الريد او تقلله بالشكل دوت، وتقدر تتلاعب في الالوان، تقدر تغير اي لير انت عايزها، تغير الخصائص بتاعتها، تقدر تعمل كروب للصوره وتلغي الباقي وهكذا. فزي ما انت شايف فيها نفس القدرات اللي موجوده في الفوتوشوب، تقدر تسيفها بي ان جي على الجهاز عندك، تمام، او اس اف في جي، او تقول له انا عايز اعمل اكسبورت عايز بي سي دي، تفتحه او تصدره ك بي ان جي او جي بي جي او اس في جي او جي اي اف او بي دي اف. كل الامتدادات تقدر تسيفه من على الجهاز هنا، وتقدر تفتحه على الفوتوشوب عندك على الجهاز وتكمل شغل عليه عادي.